شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيدا بالأداء المتميز والتخطيط الراقي للعناصر المشاركة كافة بالمشروع. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.